هذا وغادر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر بحفظ الله ورعاية دولة الكويت الشقيقة بعد زيارة أخوية التقى خلالها بأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وأخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد وأخيه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث تم بحث عدد من الموضوعات التي تستهدف دعم وتعزيز العلاقات البحرينية الكويتية والارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين. وكان في وداع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمطار سمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة ونواب رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين بدولة الكويت الشقيقة. وقد عاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته. رافقت صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء السلامة في الحل والترحال.